ميديا ومتابعي موقع جريدة المصرية في كل مكان، اهلا بيكم في لايف جديد معاكم. انا نورمين سعد من محافظة دمياط، وتحديدا من امام العمارة العجيبة، العمارة اللي على شكل شاشة ال LCD بمحافظة دمياط. زي ما حضراتكم شايفين كده، عمارة الـ LCD تصميم معماري غريب جدا، مساحتها حوالي 650 متر، عبارة عن 12 دور، وكل دور فيه 6 شقق، بتختلف مساحتهم ما بين 65 متر، 73 متر، 83، وكلهم طبعا شقق إدارية لأن مساحتهم لا تصلح للسكن. زي ما حضراتكم شايفين كده، العمارة على شكل شاشة LCD، المعمار بتاعها غريب جدا ومختلف. في الحقيقة البرج ده من أشهر الأبراج في محافظة دمياط، لأنه بيتميز بالمعمار الغريب والمختلف. زي ما حضراتكم شايفين كده، هو عبارة عن 12 دور، ودي الواجهة بتاعة العمارة. عمارة الـ LCD بمحافظة دمياط، يعني الناس كلها بتيجي تشوف ايه العمارة دي وايه سر غرابتها وليه معمارها مختلف بالشكل ده. طبعا الشقق اللي فيها كلها إداري مش للسكن، لأن مساحتهم والمعمار الغريب بتاعها لا يصلح للسكن. تعالوا بقى نعدي الطريق مع بعض ونشوف شكل العمارة من الناحية الثانية. ده شكل البرج اللي الناس كلها اطلقت عليه برج الـ LCD او عمارة الـ LCD بمحافظة دمياط، والمحافظة اشتهرت جدا بوجودها. تعالوا بقى نشوف البرج من الناحية الثانية. طبعا البرج هنا في مكان مميز جدا، البرج هنا على المحور، ده طريق بورسعيد، وده طريق دمياط. ففي الحقيقة البرج ده في مكان مميز جدا، لأنه على المحور من ناحية طريق بورسعيد ده، ومن الناحية الثانية طريق دمياط ده. في الحقيقة البرج ده يعني مشهور جدا في محافظة دمياط، والناس كلها بتيجي علشان تعرف ايه الشكل الغريب ده وليه اتبنى بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف البرج من الناحية الثانية.
لحد دلوقتي الواجهه بتاعه البرج بتبين انه شبه شاشه ال LCD. طبعا معمار غريب جدا ومختلف، حاجه مش مألوفه زي ما حضراتكم شايفين كده الشكل. تعالوا بقى نعدي الطريق مع بعض. ونشوف شكل العمارة العجيبة من الناحية التانية. زي ما حضراتكم شايفين كده، دي الواجهة التانية للبرج على شكل كرز. ده الشكل بتاعه من الناحية التانية. البرج ليه شكل كرز من الواجهة التانية، وطبعا اتبنى بالشكل ده لان في وراه بنزينة، فالبنزينة خدت مساحة كبيرة من البرج، وده اللي خلى صاحب البرج يبنيه بالشكل ده، لان طبعا المساحة فرضت عليه الشكل ده. ولكن ده شكله من الواجهة التانية، واخد الكيرف ده. برج الأشراف أو العمارة العجيبة يعني من أشهر طرق المعمار المختلف اللي بيجذب الناس كلها تيجي تشوفه وتعرف سر اختلافه في محافظة دمياط. ده طريق بورسعيد حضراتكم شايفينه ده، والناحية التانية ده طريق دمياط، وعشان كده موقعه متميز جدا. ال 55 شقة اللي في البرج كلهم إداري، لأن المعمار بتاعه لا يسمح بالسكن، الشقة بتاعته مساحتها صغيرة ما تسمحش بالسكن، وطبعا المعمار بتاعها مختلف تماما عن اي شقه عاديه ممكن الانسان يعيش فيها. عماره ال LCD او العماره العجيبه بمحافظه دمياط مشهوره جدا، زي ما حضراتكم شايفين شكلها. زي ما حضراتكم شايفين كده احنا بنحاول نجيبها من الواجهة الرئيسية ونوضح سر اختلافها مع بعض. شايفين شكل الكيرف؟ ده شكل العمارة أو البرج من الناحية التانية، واخدة كيرف. طبعاً اللي أسس البرج ده وبناه بالطراز المعماري الجميل ده يعني أكيد حد متمكن جداً إنه عارف يستغل المساحة المتاحة قدامه. Thank you.
حضراتكم شايفين كده ما زلنا امام عماره ال سي دي بمحافظه دمياط. العماره العجيبه زي ما الناس كلها سمتها. ودي البنزينه اللي ورا العماره واللي كانت السبب في الاطراز المعماري المختلف ده، لان طبعا مساحه الارض اجبرت المهندس وصاحب البرج على اطراز المعماري ده. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، بشكر حضراتكم على متابعه اللايف. كانت معاكم من امام عماره ال سي دي بمحافظه دمياط مراسل قناه المصريه نور سعد. Thank you.